حكما يذكر عدد الأيمان التي عليه، ولكن اختلط عليها اليمين غموس أم معقودة أو لا. افهم الأول اليمين الغموس والمعقودة واللغو. اليمين اللغو تفضل نعم الله ماجي وبعد أصر عليك تأتي، لم تعقد قلبك على عدم المجيء. اليمين الغموس أن تحلف أيمانا كذبة تقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، تقول والله هذا المال مالي وأنت حرامي، هذه يمين غموس تغمزك في النار. أما اليمين المنعقدة فتكون مستقبلية، والله لا أسافر، والله العظيم لا أسافر، تعقد القلب على ذلك، فهذه يمين تكفر، هي التي تكفر، أما ما سواها لا يكفر. اليمين الغموس يرد المال إلى أصحابه وتستغفر وتعمل عملا صالحا.